انا كنت بنبه على الصفحه الاولى، انا كنت بنبه على الصفحه الاولى، نسيت انبه على التعريف بتاع المجمع. هو كويس، المفروض هو مهم، المفروض نعرفه. تعالى بقى نكمل اللي احنا كنا بنقوله. قلنا بقى دلوقتي علشان اللي قلنا كنا بنتكلم على الميلانوسايت الموجود في البيزر لاير، وعشان اعالجها كنت المفروض اوصل للبيزر لاير، فكنت عايز اخلي الدرج بتاعي يخترق. تعالى نتكلم دلوقتي حاجه اسمها سايكليك اوف بروفيليشن. سايكليك بروفيليشن يعني ايه؟ يعني الانقسام الستريتم بيزل بتقعد قد ايه عشان تكون لي طبقة ستريتم كورنيوم جديدة. يعني فوق كل 45 يوم طبقة الستريتم بيزل بتنها تكون الطبقة دي لحد ما توصل للسطح بعد 45 يوم، والطبقة القديمة بتاع الستريتم كورنيوم بتتلاشى او بيحصل لها تفكك او whatever، يعني هي اللي المفروض اللي بتتشال وخلاص. كمان فدلوقتي يقول لك لو في حاجه اسمها هايبر اكتيفيتي. يعني الهايبر اكتيفيتي يعني الاستريتم بيزل بتكون خلايا، بتكون طبقات بصوره كبيره عن الطبيعي، فبدات تكون لي كذا استريتم كورنيوم فوق بعضها على الجلد قبل ما الايه، قبل ما الاستريتم كورنيوم القديمه تتشال. فدلوقتي هيديني كذا طبقه من الاستريتم كورنيوم، فبيسموها سكيلي لاير. سكيلي هي بتبقى حسبها حرشفيه شويه او ناشفه، عشان طبقه طبعا الميه فيها تبقى 20% بس في الطبقات دي. فبيسميها بيعملوا حاجه اسمها سورايسيس. سورايسيس اللي هي الصدفيه، مرض الصدفيه اللي هو كذا طبقه من السيليتوم كورنيوم على بعضها، فبتديك احساس اللي هو ناشف او حاجه مجعده فوق الجلد. فدلوقتي هو في حاجه ظاهره وفي حاجه السبب، يعني سبب المرض والظاهر بتاعه. سبب المرض ان البروفليشن في البيزل لير كان عالي، فاداني كذا طبقه من السيريتم كورنيوم. اللي انا شايفه قدامي اللي هو كذا طبقه من السيريتم كورنيوم دول المتكونين اللي هو سكيلي لير. فدلوقتي انا لو عايز اعالج المرض ده المفروض اشوف انا عايز اعالج السبب ولا عايز اعالج السيمبتومز. لو عايز اعالج السيمبتومز المفروض دلوقتي انا هجيب الدواء بتاعي اخليه على طبقه السيريتم كورنيوم، ما خلوش يخترق الجلد، ويشتغل يشيل الطبقات المتراكمه من السيريتم كورنيوم دي عشان يرجع لي للطبيعي. فانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي هستخدم حاجه اسمها السلسليك اسيد. السلسليك اسيد ده بيشتغل كيراتوليتيك. كيراتوليتيك يعني زي ما يكون قلنا بالعربي كده اللي هو بيكرد، اللي هو بيشيل الطبقات الموجوده فوق بعضها. السلسليك اسيد ليه ميزه كمان. احنا قلنا دلوقتي اللي احنا عايزين نعالج السيريتم كورنيوم ومش عايزينه يوصل للدرمس او مش عايزين يخترق السيريتم كورنيوم، لكن السلسليك اسيد ما بيحصلوش ابزوربشن، دي حاجه كويسه جدا اللي هو هيعالج السطح بس مش هيخترق. طب دلوقتي انا لو عايز اعالج السبب بتاعي، دلوقتي احنا قلنا ان هي في هايبر اكتيفيتي. هايبر اكتيفيتي لما يكون في سيل خليه عندها هايبر اكتيفيتي، يعني بتكون خلايا فوق الطبيعي او بتكون اعداد من الخلايا بتنقسم فوق الطبيعي، ده بيسموها كانسر سيل. فاحنا ممكن نعتبر ان البيزل لير دلوقتي فيها كانسر. هو مش كانسر بمعنى كانسر بس هو يعني نفس التعريف. ودلوقتي عايز اعالجها في حاجه، اسمها سايتو اسمها ثواني سايتو توكسيك، يعني حاجه بتموت الخليه. فدلوقتي سايتوكسيك يعني دلوقتي انا عايز اعالج اللي ايه، عايز البيزل لير. فانا عايز اخلي الدواء بتاعي يعدي السيتم كورنيوم ويوصل للبيزل لير. وخلي بالكم السؤال ده جاي في الشيت، كان جاي على جاي عايز اعالج السيمبتومز وعايز ازاي اعالج الاورجن. تمام، خش بعد كده ليه هم بيسموا السيتم كورنيوم ليه بيسموها البارير فور سكان. احنا قلنا قبل كده اللي هو عشان فيها 20% من الوتر وفيها ديس اللي مفيهاش نيوكلس اصلا. طب دلوقتي هي فيها 20% من المية. طب دلوقتي هل لو انا زودت المية فيها وعملت اوفر هيدريشن هيبقى الاختراق سهل؟ ايوه، هو لو انا زودت المية يعني انا شلت السبب اللي هي فيها بارير، فدلوقتي هتقدر تعدي المواد دي سهله. فدلوقتي يعني ممكن تلاحظوها في حياتكم ان الناس مثلا اللي بتعامل ايديها في الميه كتير او رجليها في الميه كتير يبدا يظهر ما بين صوابعها حاجه زي بقع بيضه كده، بقع من الفطريات. دي بسبب ايه؟ بسبب ان الطبقه بتاعت الجلد اللي فوق ديت حصل لها اوفر هيدريشن، يبقى فيها ميه كتير، فكده فقدت الخاصه اللي هي الخاصيه بتاعتها ان هي بتشتغل كبارير. فدلوقتي الفنجاي بدات تكون طبقه وتعمل انفكشن، فعملت لي زي البقع البيضاء اللي بتكون بين الصوابع اللي بيسموها التينيا. تمام،
حضرتك اتكلمنا عن، لكن الاوفر هايدريشن ممكن ان انا استخدمه في حاجه، في حاجه انا عايزها. يعني انا ممكن مثلا لو انا عايز اعمل، اخلي الدواء اللي معايا يخترق الجلد، ممكن ازود اعمل اوفر هايدريشن في طبقه السيستم كورنيا من اللي فوق، فدلوقتي تساعد الدواء ان هو يخترق الجلد، فدي ممكن تبقى ميزه وعيب. تمام. دلوقتي احنا يعتبر خلصنا اللي هو الكلام، خلصنا الكلام على الابيدرمس. تعال نتكلم حاجة اللي هو الديرمس بقى. الديرمس اللي هو موجود في البلد او النيرف سبلاي او السكين ابندج. فدلوقتي اي حاجة مثلا انا عايز اوصلها سيستميك، فالمفروض اعديها من الابيدرمس واوديها للديرمس. عشان ايه؟ عشان هو موجود في البلد سبلاي، فهو هيمنع البلد سبلاي، الدواء هتخش البلد سبلاي ساعتها ويبدأ ينتشر سيستماتيك. تمام. فبرضو انا لو عايز اعديها برضو لازم اعدي السيرتم كورنيا، لان هي يعتبر هو الحاجز الاساسي بتاعي. البلاد سبلاي بيسموه اكت اس اسينك. يعني ايه سينك؟ سينك بالعربي يعني معناها حوض. فكرة الحوض ايه؟ ان انت لما بتجيب ما بتفتح الحنفية في الحوض، المية بتيجي بتتجمع وتنزل في البلاعة على طول، ما يعتبر ما بتجمعش في قلب الحوض. فهو بيسموها كده سينك كونديشن. يعني يعني ان الدم يعتبر بيسحب الدواء، فهو يعتبر تركيز الدواء في قلب الدم ساعتها بيبقى يعتبر صفر او مش موجود، لانه بيتسحب على طول او يحصل له ديستريبيوشن في باقي الجسم. يعتبر خلصنا الدرمس. نتكلم بقى على الهايبودرمس. الهايبودرمس هي مش مهمه قوي، لان يعتبر اصلا ان خلاص عملت السيرفيس عالجته، ولو عايز اوصله سيستماتيك وصلته في الدرمس، فيعتبر مش مهم عندي الهايبودرمس في العلاج. بس هو ممكن نقول اللي هو السب كوتينيوس تحت الجلد، اللي هو بيروفايد ميكانيزم اوف ثيرمال لير، هو في اللير اللي بتعمل حراره، وده كلام مش مهم. اللي هو برضو في السنسز اند ستور انرجي، برضو كلام مش مهم. نتكلم بقى على السكين ابندج. سكين ابندج اول، وبعد كده ونتكلم على السويت جلاند. السويت جلاند هنقسمها ابوكراين واكراين. الابوكراين تعالى كده ناخد بالنا بس، الابوكراين تعالى نسكمها ان هي المناطق اللي فيها شعر، اللي بتطلع عرق ريحته وحشه، بتطلع عرق ريحته وحشه، والعرق ده بحس ان هو فيسكس شويه او مضايقني، يعني مختلف عن العرق التاني. العرق التاني تحس ان هو ميه في باقي جسمك، لكن العرق اللي هو في المناطق اللي فيها شعر دي بتحس ان هو فيسكس شويه. فدلوقتي الابوكراين خلاها نسكمها بالمناطق اللي فيها شعر. تمام. فدلوقتي الابوكراين هي موجوده اهو، موجوده اوبن سايت اوف ايه، في هير فوليكل. الابوكراين هي خليه سويت جلاند بتطلع عرق اصلا، فهي يعتبر يبقى في جزء الغده وجزء الدكت بيفتح، فجزء الدكت ده موجود في الايه، في المناطق اللي فيها هير فوليكل. تمام. موجود فين بقى؟ في الاكزيلا، في اذر جينيتال اريا، الحاجات اللي هي موجود فيها يعتبر فيها موجود فيها شعر. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بريديوس فيسكس سيكريشن. خلي بالنا بيدوس فيسكس، يعني انت المناطق العرق دي تحس ان هي فيسكس شويه، يعني مش زي العرق الطبيعي. كمان بيعمل بقى الفيسكس ده البكتيريا بتتغذى عليه، فيدينج فور بكتيريا. الفيسكس البكتيريا بتتغذى عليه، فالابوكراين المناطق اللي فيها شعر اللي بتطلع فيسكس اللي بتغذي البكتيريا. تمام. اول حاجه لازم نعرفها ان البكتيريا اصلا العرق بتاعنا دول ما يبقاش ليه ريحه. امال الريحه اللي هي السيئه اللي بتتكون دي بتعبر عن ايه؟ موجود بيقول لك ان النورمال فلورا، الفلورا بتاعه البكتيريا اللي موجوده على سطح السكن، بتاخد العرق ده، والاكشن بتاعها هو اللي بيدي الريحه السيئه اللي بتطلع. تمام. فدلوقتي انا عندي حلين عشان اعالج الريحه السيئه دي. والله انا ممكن ايه اعمل ايه، اسد الدكت ديت ما تطلعليش العرق، فالبكتيريا ما تتغذاش عليها فما تطلعش ريحه اصلا، او ممكن انا اموت البكتيريا فمش هتطلع ريحه برضه. فهي اسمها ان انا اسد الدكت دي اسمها انتي بريسبيرانت، ان انا اعمل بريفنت السكريشن، اسمها انتي بريسبيرانت. ان انا اعمل قاتل البكتيريا اسمها انتي ديودورانت، اسمها ديودورانت. تمام. لكن دلوقتي الديودورانت يبقى امن من الانتي بريسبيرانت.
لان اصلا بعد كده هنعرف اصلا اللي انت لما تسد الضغط بتاع اللي بتطلع سويت او بتطلع حاجه، انت كده دلوقتي انت سديت الضغط اللي بتطلع العرق، فانت اكيد هيبقى في اخطار تانية، خطر منطقه تانية، وممكن تكون حاجه اسمها اكنه في الجرس، وهنعرف بعد كده. المهم الانتي بروزبيرنت ده مثال عليه اللي هو المونيوم كلورايد، مثال انتي بروزبيرنت المونيوم كلورايد اللي هو الديودرنت بقى، اللي هو بيمنع بيقتل البكتيريا فيمنع الريحه الوحشه. لان كده خلصنا الابوكرين. الابوكرين سكبناها بايه؟ مناطق فيها الشعر بتطلع فيسكوس سيكريشن اللي بتغذي البكتيريا، تمام. الاكراين بقى هي دي موجوده في باقي الجسم، في النيومرس موجوده كتير جدا وفي باقي الجسم ما عدا حاجتين اتنين، طبعا الجينيتال اورجانز والليبيد. خلي بالنا هنا مكتوب الجينيتال اورجانز، مش اللي هناك كان جينيتال اريا، يعني المناطق اللي جنب الجينيتال اورجانز، لكن هنا الجينيتال اورجانز ما فيهاش لا دي ولا دي، يعني ما فيهاش ابوكراين ولا فيها اكراين، تمام. او الليبيد اوبن دايركت تو السكن، ماشي. بيبقى السكريت بتاعها بيبقى لارج اماونت ووتري، هناك كان فيسكوس هنا ووتري. طب تعالوا كده ما نتخيل بدماغنا، البكتيريا لما تيجي تتغذى هتتغذى على حاجه ووتري ولا تتغذى على حاجه فيسكوس؟ اكيد بتتغذى على حاجه فيسكوس. فهي البكتيريا هنا السكريشن اللي بيطلع هنا نوت سبستريت اوف تو بكتيريا، ما هي السبستريت للبكتيريا، لكن هنا ايه بي هو بيديها ووتر، يعني هي بيدي الووتر البكتيريا بس مش سبستريت. نتكلم على الهير فوليكل، بيقول لك موجود في كل اجزاء الجسم ما عدا السول والبالم، تمام، وطبعا مش موجود في الجينيتال اورجان، بس خلينا في السول والبلم. السول اللي هو البطن الرجل، والبلم اللي هو الكف الايد. خلينا نتكلم حاجه اسمها السبيشيوس جلاندز. السبيشيوس جلاندز دي موجوده بعدد كبيره جدا ولارج، وبرديوس سيبوم، يعني هي سبيشيوس بتكون سيبوم، موجوده في الفيز، في الاير، في الفورهاند، مش مهم يعني الكلام ده مش مهم. دلوقتي تعالوا كده، احنا دلوقتي انا هفكر ان السبيشيس جلاند ديت عبارة عن هي موجودة في الهير فوليكل، تمام، جنب المناطق بتاع الهير فوليكل، يعتبر في الهير فوليكل هي جنبها على طول. فدلوقتي لو السبيشيس جلاند دي حصل لها ورم او هي اللي حصل لها بتطلع سيبوم كتير، فالسيبوم ده هيقوم جراحه جاي في قلب الضغط ويسدها. لما يجي في قلب الضغط ويسدها بسبب ان هو كتير، هيبدا يكمل لي حاجه اسمها اكني فولجاريز اللي هو حب الشباب، يطلع كده يبدا السيبم يضغط على الجلد من تحت، يبدا يكون لي حاجه زي كيرفت كده، على كيرف على الجلد، فاللي هو عامل زي الحبايه لو حبيت الشباب، تمام. دلوقتي الحب الشباب بيمر بمرحله تانية اللي هو يبدا بقى دلوقتي ان في تضخم في المنطقه بتاعه الايه بتاعه السبيشاس جلاند. فدلوقتي هيبقى المنطقه دي بقت عرضه للبكتيريا جدا، فيحصل ممكن يحصل سكند بكتيريال انفكشن. لو حصل سكند بكتيريال انفكشن يبدا يتكون بص، ويتكون حاجه اسمها الكودومون الكوميدون دول، دي المرحله الاخيره من حب الشباب، او المرحله الوسط اللي هي قبل ما يكون السكار، تمام. ايه هتكلم على العلاج بعد كده، بس عشان التليفون هيفصل شحن حالا دلوقتي.